السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديده. اليوم ان شاء الله غادي نخدموا الكونكور ديال مراكش ديال ميديسين جينيرال. راه داكشي اللي كيتحط في ميديسين جينيرال بحالو كيتحط في الدونتير، وبحالو حتى هو راه كيتحطوا منه اسئله في لانسا. دونك اول حاجه غادي نقول لكم هي ما غاديش نخدم معكم في الاول، غادي نصوروا لكم بحال هكذا، شوفوا مزيان ونقلوا الاسئله. الاجوبه راه كاينين شي وحدين خاطئين وكاينين شي وحدين صحاح. خربقت لكم هاد الاجوبه هادو باش ماشي اللي دايره عليه علامه راه صحيح. مهم غير باش نقول لكم، دونك نتوما نقلوه خدموه بوحدكم، وعافاكم منين تجيو تخدموا ديروا حداكم ساعه. دونك تجيبوا حداكم ساعه ولا ريغليو التليفون على نص ساعه، ما تفوتوش نص ساعه. الا فتي نص ساعه حبس صافي، ومن بعد صح معايا وشوف واش داكشي اللي غيخرج لك واش صحيح. ها هو دونك هادو التمارين الاخرين، غير حبس الفيديو وغادي يبانوا لك التمارين راه باينين. دونك هذا اللور ديالو، هذا امتحان فيه 12 تمرين كما لاحظتوا، راه امتحانات القدام. مهم هنايا تلاقيت واحد لاستيس. المهم ماشي مشكل، قلت لكم كما شفتوا الامتحانات القدام راه طوالين شويه، كانوا كيعطيو فيهم 12، غنخبي لكم هنا الجواب 12 السؤال. دونك هذا هو الامتحان، خدموه بوحدكم وشوفوا في الاخر معايا صحيح. دونك غنبداو بسم الله. هذا هو الامتحان، قال لك اول سؤال او ان متتاليه حسابيه. هاد الاسئله خدمناهم بزاف وما غاديش نطول معكم فيهم، بحيث او 2 بلس او 3 بلس او 4 كتساوي لي 21 و او 6 كتساوي لي 25. كنقلب على الحد الاول او 0. دونك كما قلت لكم هاد الاسئله راه شفت منهم بزاف ووريتكم لي زاستوس تاعهم بزاف. دونك غادي نجي ديريكتومون نخدم، ما غاديش نشرح لكم بزاف. دونك او 2 بلس او 3 بلس او 4 كتساوي لي 21، وعندنا او 6 كتساوي ليا 25. دونك هذا بعدا اول حاجه، هذا السؤال الاول. انا كنقلب على او 0، ما هو او 0؟ دابا عندي هذه متتاليه حسابيه، دونك هذا مجموع. مجموع هو شنو؟ هو او 2 بلس او 4 او 2 باردون او 2 شنو تساوي ليا لانها متتاليه حسابيه. غنخدم ب او 6 موان 6 موان 2 سي موان 4 ار. او 3 غتساوي ليا او 6، غنخدم كلشي ب او 6 موان 2 موان 3 ار، و او 4 غتساوي ليا او 6 موان 2 ار. دونك هادشي كله علاش؟ باش نخرج الار اللي هو الاساس. دونك او 6 موان 4 ار غندير المتتاليه الحسابيه، بلس او 6 موان 3 ار، بلس او 6 موان 2 ار كتساوي ليا 21. دونك 3 او 6 موان 4 7 7 8 9، دونك 9 ار غتساوي ليا 21. دونك هنايا كنظن انني تلاقيت. دونك او 6 هي 25، 25 فوا 3 فوا 3 75 موان 21 غتعطيني 9 ار. دونك ار اش غتساوي ليا؟ غتساوي ليا 54 على 9، و 54 على 9 هي 6. هذا هو الجواب ديال ار. دونك لقينا ان الاساس هو 6. غنجيو عاوتاني، وبما انها متتاليه حسابيه ف او 0 اش غيساوي ليا؟ غيساوي ليا او 6 اللي معروفه ناقص 6 ار. او 6 عندي هي 25 ناقص 6 فوا 6 هي 36. دونك 25 ناقص 36 غتعطيني او 0 كتساوي ليا موان 11، وهذا هو الجواب الصحيح. غندوزو للسؤال الثاني اللي كيقول لك عندي لا ليميت، حسب ليا هاد لا ليميت هادي. دونك غادي نكتب لكم هاد لا ليميت لان ما بيناش مزيان. دونك السؤال الثاني قال لك حسب ليا لا ليميت كون ان طون فير بلس لانفيني ديال لا راسين تاع ان او كاري بلس ان بلس لو ان موان لا راسين. واول حاجه كيما قلت لكم خصكم تبداو بها هي تعويض بلس ان او كاري على لا بويسونس 1 سور ان. دونك اول حاجه غتبداو بها كما قلت لكم هي التعويض. غتعطيكم هنا بلس لانفيني، هنا واحد لو موان لانفيني، المهم يعطيكم شكل غير محدد. اشنو غادي ندير انا؟ غادي نجي غادي نقسمها. الا درتو هذه بوحده وهذه بوحده وهذه بوحده ما غتخرجش لكم، غتعطيكم ما غاديش تخرج لكم، كنظن غتعطيكم شي شكل غير محدد. اذا انا شنو غادي ندير؟ غنجمع هادو بجوج، لا راسين تاع ان او كاري بلس ان بلس لو 1 موان لا راسين تاع ان او كاري موان ان بلس لو 1 اش غتعطيني؟ دونك هنايا غادي نجي غادي ندير المرافق اللي هو ان او كاري بلس لو ان موان بلس لو 1 موان ان او كاري بلس لو ان موان لو 1 على راسين تاع ان او كاري بلس لو ان بلس لو 1 بلس لا راسين تاع ان او كاري بلس لو ان بلس لو 1. هنا درت المرافق، ضربت هادي وغير ضربت في بلس ديال هادي باش تعطيني متطابقه هامه الثالثه. دونك غتمشي ليا
هادي مع هادي هادي مع هذا غتبقى ليا لا ليميت كون ان طون فير بلس لانفيني ديال 2n على لا راسين تاع ان او كاري بلس ان بلس لو 1 بلس لا راسين ديال ان او كاري بلس لو 1 بلس لو 1 كنظن انها بانت ليكم دونك هنا باش تحيدوا هاد ان لان غيبقى لكم شكل غير محدد اش غادي ديروا غتعملوا بان هنا وغتعملوا بان هنا كنظن هادشي راه ساهل غادي ندير لكم نحرق لكم شويه المراحل دونك غتعطيكم 1 بلس 1 سور ان بلس 1 سور ان او كاري بلس لا راسين تاع 1 بلس 1 سور ان بلس 1 سور ان او كاري وهذا الى جيتو درتو التعويض دونك بلس لانفيني هادي تعطيك 0 هادي 0 هادي 0 هادي 0 1 بلس 1 سي 2 دونك 2 بلس 2 سور 2 سي لو 1 وهذا هو لا ليميت ديال هاد هادي دونك غندوزو نحسب لا ليميت الثانيه كون ان طون فيغ بلس لانفيني تاع ان او كاري à la puissance 1 sur n donc elle dit bien sûr elle dit l'exponentielle mais elle ln donc exponentielle ln dial n au carré à la puissance 1 sur n hier je n'aurai exponentielle donc on a ici de la limite car je me bien donc à tête comme rends 1 sur n ou rends fois le 2 ou à tête ni ln aura certainement ln de n donc hnayachno on dit c'est la limite quand un tend vers plus l'infini c'est l'exponentielle 2 sur 2 fois ln de n sur le n yak ou hadi kima katarfo anna la limite ديال متتالية ديال الاعتياد هاد سميتو الاعتيادية ولا ماشي حاجة بحال هكا المهم هي كتعطيني 0 دونك هنايا ملي غادي نجي غنعوض غتعطيني la limite quand un tend vers plus l'infini dire l'exponentielle dire 0 où il y a bien sûr le 1 donc هنا يا غادي نجي عندي la limite كلها غتساوي ليا la limite quand un tend vers plus l'infini dire la racine عاود نكتبها لكم plus n plus 1 moins la racine de n au carré moins le n plus le 1 plus n au carré à la puissance 1 sur n donc هادي شنو عطاتني عطاتني لو 1 بلس لو 1 هي لو 2 وهادي هي لا ليميت دونك هي هادي من بعد عندي قال لك لي تكون اش الداله المعرفه بما يلي عطاوك هاد الداله هادي وعطاوك اش ديال بي سور 3 دونك الصوره ديال بي سور 3 هي او قال لك شنو هي قيمه ديال ا اللي كتكون اش متواصله في النقطه بي سور 3 دونك بحال هاد النوع تاع الاسئله راه شفناه بزاف ديال المرات في لي كونكور دونك غتبقى لينا شنو شنو غادي نديرو غنحسبو la limite quand x tend vers pi sur 3 dièl sinus 2x plus pi sur 3 هذه هي الداله sur 3 et هنايا ملي غادي تجيو تعوضوا غتعطيكم 0 sur 0 وبما انها عطاتني 0 sur 0 فغادي نفكر في شنو كما قلت لكم لا règle de l'hôpital وكما كيوصلوني اسئله واش هاد لا ريغل دو لوبيتال كدار في بجوار بلس لانفيني ومو لانفيني فكنقول لكم لا راه ديما كدار بجوار ديال عدد معروف يعني عدد كينتمي ليا الاخ مثلا بي سور 3 شي حاجه اللي معروفه ماشي لانفيني ولا بلس لانفيني دونك هي لا ليميت كون ان طون فير بي سور 3 غندير الشقاق ديال هادي هو شنو هو لو 2 فوا لو كوسينوس ديال 2x بلس بي سور 3 على le 1 et هنايا الى عوضت غتعطيني 2 fois le cosinus ديال 2 pi sur 3 plus pi sur 3 على le 1 هي 2 cosinus ديال pi ou le cosinus تاع pi هو moins 1 وغتعطيك في الاخر سي le moins 2 وهذا هو الجواب الصحيح من بعد شنو قال لك حيز تعريف الداله المعرفه بما يلي f de x ln ديال 5 موان القيمه المطلقه دونك هذه ما غنكذبش عليكم انا ما كنحملش التمارين اللي كيكون فيهم القيمه المطلقه ويلا صيفطوا ليا شي وحدين شي تلامذ وقالوا ليا عفاك حلي معنا بحال هاد السؤال هذا راه تلاقينا معاه مشكل هو راه بحالي بحالكم حتى انا تلاقيت معاه مشكل لان راه ما زيد عليكم انا بوالو راه داكشي غير داكشي اللي كنعرف وداكشي شويه ديال البركه كنعطيها لكم ولكن حليته بواحد الطريقه اللي غتبان لكم شويه بليده ما عرفتش واش غتبان لكم بليده ولا غتبان لكم سهله ولا مهم هي طريقه صحيحه ولكن طريقه شويه غبيه ديال الاغبياء المهم انا بحال دوك الطرق ديال الاغبياء كيعجبوني علاش لانهم هما اللي كيكونوا ساهلين وهما اللي كيوصلوا النتيجه بسرعه قويه المهم غادي نوريها لكم
يلا حليتها قبيله. دونك انا اول حاجه الحيز ديال التعريف، واش كيطلبونا؟ كيطلبونا دي دو اف ديال هاد الداله هادي، وكتعرفوا ان ال ان داخل ديالها خصو يكون موجب. دونك شنو خصو يكون موجب؟ 5 موان القيمه المطلقه ديال اكس موان زان موان 5 اكس موان زان. شنو خصها تكون؟ خصها تكون بوزيتيف، ياك؟ داكوغ. دونك انا هادي شنو مشيت درت؟ اولا غادي نحل هاد القيمه المطلقه وهاد القيمه المطلقه. دونك عندي اكس موان زان، غندير جدول التغيرات ديال اكس موان زان، حاولوا تتبعوا معايا. دونك هنايا القيمه عكس القيمه، وهنايا بلس. دونك موان لافيني بلس لافيني. الا ما حفظتوش هادي، راه ما حافظهاش في الحقيقه، كنعوض كنجي كنشوف فين كاين زيرو، كاين زيرو هنا. دونك زيرو موان زان عطاني سالبه، دونك هنا سالبه، وبيان سور غادي تكون موجبه في الجهه الاخرى. غادي نجي ندير كذلك ديال 5 اكس موان زان، ها هي جدول التغيرات ديالها. دونك فاش غادي تنعدم ليا؟ غتنعدم ليا في 1 سور 5، اي بقاو تحلوا بالكالكولاتريس هاد 1 سور 5 وشوفوا شحال كيساوي. دونك 1 سور 5 كنظن، ما عرفتش، نتسناو نشوف شحال تعطيني، غتعطيني 0.2. دونك هنايا كذلك غتكون سالبه وهنا موجبه. دونك انا شنو غادي نجي ندير؟ بحال ليله غادي نجي وندير الاتحاد ديال هادشي. شوفوا معايا، ركزوا معايا مزيان. دابا انا عندي في 1 سور 5 هي 0.2، دونك فين غتجي ليا هنا؟ غتجي ليا ها هي، غتجي 0.2 غتجي ليا هنا. ناخذوها مثلا هنايا، كيفاش كتكون هنايا 5 اكس موان زان؟ دونك كتكون سالبه. غنبدا من موان انفيني ل 1 سور 5 اللي هي 0.5، نديرو مثلا مسدود. اش غادي يكون؟ غادي تكون عندي اكس موان زان القيمه المطلقه هادي، غادي تكون عندي كيفاش دايره؟ غادي تكون عندي سالبه. اي لو 5 اكس موان زان كيفاش غادي تكون عندي؟ غادي تكون عندي حتى هي سالبه، ياك فهمتوني؟ متبعين معايا؟ غادي نجي لعاوتاني هنايا 0.2. علاش انا هنايا وصلت حد هنا وحبست؟ علاش؟ لان عندي 1 سور 5 هنا كتبدل الاشاره، دونك ضروري خصني ندير بحال غنفرق المجالات. دونك غادي نجي 1 سور 5 حتى لاش؟ حتى ل 1، لان عاوتاني في 1 هنا هادي كتبدل الاشاره، هادي عاوتاني في 1 كتبقى عندها نفس الاشاره. دونك حتى ل 1 اش غتكون عندي؟ اكس موان زان كيفاش غتكون عندي؟ غتبقى عندي سالبه. دونك ها هي سالبه. اي لو 5 اكس موان زان كيفاش غتكون عندي؟ ها هي موجبه. دونك بلس بانت ليكم. اي في غنجي المجال الثالث اللي بقى ليا، دونك من ان تال بلس لانفيني، دونك لو ان حتى بلس لانفيني كيفاش غتكون عندي؟ اكس موان زان غتكون عندي موجبه. اي لو 5 اكس موان زان اش غتكون عندي؟ 5 اكس موان زان غتكون عندي حتى هي موجبه. فهمتوني؟ وهنايا غادي نجي ندير كل حاله بوحدها. ها حنا غنجيو الحاله الاولى. الحاله الاولى هي هذه سالبه وهذه موجبه. غادي نجي نحل هاد 5 موان هذه باش نشوف شنو غتعطيني. دونك 5 موان الا كانت عندي هذه القيمه تاع القيمه هذه القيمه ديالها سالبه، دونك القيمه المطلقه غنضربها في واحد لو موان، دونك غتعطيني غنقلبها، دونك غتعطيني 1 موان لو اكس. اي 5 اكس موان زان حتى هي سالبه، دونك القيمه باش ناخذ القيمه المطلقه غنضربها في واحد لو موان، دونك موان 1 موان 5 اكس. وهذه غنحلها تعطيني موان زان بلس لو اكس موان زان بلس 5 اكس، شحال تعطيني؟ 5 موان 2 سي 3 بلس 6 اكس. وهذه شنو غندير ليها؟ غادي نحلها. دونك غادي نجي وغادي نحل ليها، ندير لها حتى هي جدول التغيرات. دونك 6 اكس بلس لو 3 غتنعدم ليا في شنو؟ في 3 موان 3 سور 6، دونك سي موان زان 2000. ها هي تنعدم ليا هنا، دونك هنا سالبه هنا موجبه، ياك؟ ها حنايا غادي نجي ندير هنايا، مشى سالات لي الورقه. دونك غادي نجي، بقاو معايا. دونك غادي نجي للثانيه، الحاله الثانيه فيها اكس موان زان سالبه و 5 اكس موان زان موجبه. دونك غادي نجي نحل 5 موان هذه سالبه غنضربها في واحد لو موان، اي الاخرى موجبه غتبقى ليا الاشاره ديالها عاديه. دونك هي غتساوي ليا 5 موان زان بلس اكس موان 5 اكس بلس لو 1، اش غتساوي؟ 5 موان 4 اكس. بانت ليكم؟ اي هادي غادي نجي حتى هي وندير ليها جدول التغيرات ديالها، ها هي. دونك 5 موان 4 اكس فاش غتنعدم ليا؟ غتنعدم ليا في 5، غتنعدم ليا في 5 سور 4، ياك؟ دونك هنايا موان لانفيني، هنا بلس لانفيني، هنايا عكس اشاره اكس، دونك هنايا بلس، هنا لو موان. غنشوف شحال تعطيني 5 سور 3 سور 4 بعدا. 5 سور 4 غتعطيني 1.25،
وهنايا كما كتبان لكم ف 5 موان 4 اكس غتكون موجبه ليا في هذا المجال وسالبه في هذا المجال. غنجيو نديرو الحاله الثالثه، دونك هذه الحاله جوج، حاله ثلاثه اللي كيكونوا فيها بجوج موجبين، دونك 5 موان، دونك ما غنضربش في اللوح دو موان، غتبقى ليا موان ز، لا موان اكس بلس لو 1 موان 5 اكس بلس لو 1. اش غتعطيني هذه؟ غتعطيني 5 6 5 6 7، دونك 7 موان 6 اكس. وهذه غادي نجي حتى هي وندير ليها جدول التغيرات ديالها، 7 موان 6 اكس فاش غتنعدم ليا؟ غتنعدم ليا في 7 سوغ 7 سوغ 6. هنايا موجبه وهنايا بيان سوغ سالبه. دونك فاش من دابا شنو كنقلب؟ هذه الا حسبتو هذه غتعطيكم 1.6. دابا انا علاش كنقلب؟ كنقلب على ان هذه كلها تكون موجبه. دونك شنو غندير؟ غندير الاتحاد ديال المجالات اللي غتكون فيهم هذه موجبه في كلتا هاد الثلاثه تاع الحالات، فهمتوني؟ دونك في هاد الثلاثه تاع الحالات غادي نجمع فوقاش غتكون فيهم هذه موجبه. دونك الا جيت هنايا شفت هاد الحاله الاولى، هذه في هاد الحاله الاولى هذه فين كتكون موجبه؟ كتكون موجبه في موان ز 2 تال بلس لانفيني. دونك غادي نجي ندير واحد الخطانه هنايا، هاي موان ز سوغ 2، ياك كتكون موجبه من هنا للفوق. ها حنايا هنا كتكون سالبه. غنجي جدول الاشاره الثاني، فين كتكون موجبه؟ كتكون موجبه من موان لانفيني تال 4 تال 5 سوغ 4. شحال هي 5 سوغ 4؟ دونك بعدا هادي شناهي؟ هي موان 0.5، ياك. الاخرى هي 1.25، 1.25 غادي تكون ليا هنا 1.25، ياك، اللي هي 5 سوغ 4. دونك هنايا غادي تكون عندي موجبه من هنا لهنا، ها حنايا، واخا. و الثالثه هي 7 سوغ 6، شحال هي؟ هي 1.6، 1.6 فين غتجيني؟ غتكون قبل من هنا، دونك هذه هي 7 سوغ 6. فين غتكون عندي الموجبه؟ غتكون عندي موجبه من موان لانفيني تاع 7 سوغ 6 هي هذه. وكما كيبان لكم هنايا فين كاين التقاطع ديالهم؟ في هذا المجال هذا اللي هو موان زان دومي 7 سوغ 6، وهذا هو الجواب الصحيح. ما عرفتش واش فهمتوني ولا ما فهمتونيش، هذه طريقه مهم بالنسبه ليا انا، جاتني سهله وجاتني فعاله، يعني فهمتها ودرتها عادي جدا وعطاتني الجواب الصحيح. وغادي ندوزو دابا للسؤال الثالث، عاودوها نتوما وشوفوا واش غادي يخرج لكم بحالي. دونك السؤال الثالث قال لك نعتبر الداله اف دو اكس كتساوي ليا هاد الشيء هذا، وقال لك حدد ليا القيمه تاع اف موان ز. حتى هذه درتها انا بواحد الطريقه، ما عنديش التصحيح تاعهم لان ما كنتش كنكتب التصحيح بزاف، كنت كنكتب التصحيح في داك الاول ديال شي حوايج اللي باينين، في الاخر ما بقيتش كنحسب التصحيح. دونك غادي ندوزو السؤال خمسة، ولكن عندي الاجوبه، راه انا عاقله على الاجوبه هنايا، غير دابا خربقت لكم شويه وعارفه اشنو زدت. دونك اف موان ز عندي اف دو اكس بعدا شحال كتساوي؟ سي 1 بلس 2 اكس بلس 3 اكس او كاري بلس 100 اكس على بيسونس 99. داكوغ، دونك انا شنو بغيت؟ بغيت اف ديال موان ز، الصوره ديال موان ز، غنجي نحسب الصوره ديال موان ز. دونك هادشي كاين فيه بزاف ديال الطرق، كل واحد غيدير الطريقه اللي غتجي سهله واللي غادي تفهمها الاول، لان كاين اون فوا غتحط لك السؤال غادي تحط عليك واحد ليدي وانت غتخدم على ديك ليدي. كاين اللي غتحط عليه ايده سهله، كاين اللي غادي تحط عليه ايده صعيبه، كاين اللي غادي تجي بالزهر، كل واحد وهو. دونك كل واحد وكيف ما خدمها. دونك هنايا 2 غنضربها في موان ز، دونك موان 2 بلس لو 3 موان 4، و هي هذا بحال هكذا موان 4 عاوتاني حتى لاشنو؟ حتى موان 98 بلس لا موان 98 بلس 99، هادي غتعطيني واحد لو موان، تسناو ما تلفتها، بلس هادي موان، دونك موان 100 هي هاديك هكذا، ياك. دونك دابا انا شنو غادي نجي ندير؟ غادي نجي هادي وغادي نضها ليدا اللي طاحت عليا، هي انني غادي نفرق، غادي نجمع هادو بوحدهم وهادو بوحدهم اللي فيهم موان. دونك غادي نجي ندير 1 بلس لو 3 بلس لو، وهي كتزاد بشنو؟ كتزاد ليا بجوج، فهمتو؟ لان من هنا لهنا، من هنا لهنا غتزاد ليا بجوج، من هنا لهنا غتعطيني عاوتاني 4 5 6، دونك موان غتعطيني بلس 5 موان 6، فهمتو؟ دونك من هنا لهنا غتعطيني 5 بلس 7، وهي غادا حتى لاشنو؟ حتى ل 99 بلس 98، ها هي.
دونك انا غادي نجي وهذه كنعرفوها متتاليه حسابيه على شيء ان كل ما كندوز من حد لحد كيتزاد ليا جوج. دونك المجموع ديال المتتاليه الحسابيه واشنو هو؟ الحد الاول زائد الحد الاخير اللي هو واحد على جوج فوا اشنو فوا عدد الحدود. عدد الحدود شنو هو؟ بما ان عندي هنايا 100 حد ها هما غنحسب هنايا عندي 100 حد علاش؟ لان 100 موان زان بلس لو 1 هي 100 حد. دونك شحال من حد غادي يكون عندي هنا؟ هو المنتصف تاع هادشي لان خديت نص تاع الاعداد. نص تاع الاعداد هي 50، هي 50 علاش هنا ما بديتش بزيرو؟ داكشي علاش خديت 50. دونك هنايا غناخد 50 وهادي شحال غتعطيني؟ ملي غتحسبها تعطيني 100 سور 2 سي 50 اي 100 سور 2 سي 50 50 فوا 50 غتعطيني 250. ها هي هادي بالنسبه للمجموع الاول. بالنسبه للمجموع الثاني غنمشي نجمع هادشي لي سالب، دونك موان 2 موان 4 موان 6 حتى لاشنو موان 98 ياك داكوغ. دونك هذا المجموع ديالها واشنو؟ تا هادي متتاليه حسابيه، ملي كندوز من هنا لهنا فانا كنقص كنقص بجوج، دونك موان 2 موان 2 سي موان 4 موان 4 موان 2 سي موان 6 وهي غدا. دونك تا هادي متتاليه حسابيه والمجموع ديالها هو موان 98 موان لو 2 يعني الحد الاول زائد الحد الاول الاخير على جوج فوا اشنو فوا عدد الحدود. وعدد الحدود دائما غيبقى ليا 50 علاش؟ لان النص الاخر ديال الاعداد دونك 50. وهذا بيان سور شحال تعطيني؟ هنا باردون هنايا موان 100 نسيت انا لو 100 ما حسبتهاش دونك نسيت لو 100. دونك هنايا الحد الاول شنو غيكون؟ غيكون ليا 100. كنقول فين خطات؟ دونك 100 هايا. دونك 100 موان 100 موان 2 غتعطيني موان 102 سور لو 2 فوا لو 50 اشحال غتعطيني؟ سي موان 102 فوا 25 غتعطيني موان 200 موان 2550 موان 2550 هادي راه تغلطت قبيله قلت لكم 200 هادي راه 2550 ويلي كيمشيو لنا الاعداد. مهم دونك هنايا هادي متتاليه هذه هي الداله، هذه هي اف موان زان. دونك شنو الجمع تاع هذا؟ هو الجمع ديال هذه زائد الجمع ديال هذا. دونك اف موان زان شنو غادي تكون كتساوي ليا؟ هي 2500 موان 2 هذه زائد هذه موان 2550 وهادشي شحال غتعطيني؟ غتعطيني موان 50 وهذا هو الجواب الصحيح اللي هو هذا. غندوزو السؤال الثالث اولا شنو السؤال الثالث؟ السؤال الخامس. السؤال الخامس وكنظن غنحبس هنايا. دونك غادي ندير لكم غير هذا السؤال وغادي نحبس باش ما يجيش الفيديو شويه طويل. يقول لك حسب ليا قيمه الانتغرال. وبحال هاد الاسئله راه درناهم كما شفتوا، درنا كثر درناهم زعما في لي كونكور وعطيتكم بزاف اولا بزاف ديال لي زاستوس باش تحلوهم. دونك باش نحلو هاد الانتغرال هذا، دونك اول حاجه شنو قلت لكم غادي تجيو تعملوا هذا. دونك باش تعملوه دونك غادي تحسبوا الدلتا. الدلتا غتلقاو فيه كيساوي ليا 5. دونك الحلول غادي تكون هي اكس 1 كتساوي ليا موان بي هي 1 موان راسين تاع 5 سور لو 2 اي لو اكس 2 غيكون 1 بلس راسين تاع 5 سور لو 2. من بعد غادي تجيو لانتيغرال غادي تعوضوا هي 1 سور 1 اكس موان 1 موان راسين تاع 5 سور لو 2 فوا لو اكس موان 1 بلس راسين تاع 5 سور لو 2. وهنايا كيما قلت لكم هذا اش كيساوي ليا؟ هاد الانتغرال كيساوي ليا 1 سور بي نكتبها هنا سي 1 سور ا موان بي. شنو اختاريتو هنايا؟ على حسب هنايا شنو اختاريتو. مثلا انا ناخذ هذا اللي موجب هو هو ا، دونك ناخذ هذا هو ا. دونك سي 1 بلس لا راسين تاع 5 سور لو 2 غادي نديرو موان بي. بي عندي شنو هو؟ هو هذا. دونك موان ا موان راسين تاع 5 سور لو 2 فوا الانتغرال ديال 1 سور x x موان ا بلس راسين تاع 5 سور لو 2. هنايا انا بما ان بديت بهذا غيبدا بهذا، هو اللي غندير ناقص 1 سور x موان 1 موان راسين تاع 5 سور لو 2 ياك. دونك هنايا هادي شحال تساوي ليا؟ غادي نعمل هنا بجوج، دونك 1 بلس راسين تاع 5 موان 1 بلس راسين تاع 5 1 بلس راسين تاع 5 موان 1 بلس راسين تاع 5 كتعطيني 2 راسين 5 سور 2 وغنطلعها الفوق كتمشي ليا 2 مع لو 2 غتبقى ليا 1 سور لا راسين تاع 5 في الانتيغرال ديال لا لي بورن. صافي هنايا حيد غنحيدو من الانتيغرال
ال ان ديال القيمه المطلقه، وعاوتاني ركزوا لي على هذه القيمه المطلقه عندكم ما ديروهاش وتنساوها. دونك ال ان ديال هذا الاولاني راسين تاع 5 سور لو 2 على اكس موان 1 موان راسين تاع 5 سور لو 2، وهنايا لي بورن بيان سور 0 لو 1. دونك انا شنو خصني دابا ندير؟ خصني ندرس الاشاره ديال هذا الشيء اللي داخل من ال ان ونشوفوا الاشاره ديالو في الانترفال 0 1 باش نعرف واش غادي نخليه بلس ولا غادي نخليه واحد لو موان، واش موجب ولا سالب، وضروري خصو يكون موجب. دونك 1 سور راسين 5 علاش؟ لان داخل تاع ال ان دائما كيكون موجب. دونك 1 سور راسين تاع 5 ln ديال باردون كيما قلت لكم خصنا ندرسوا الاشاره. دونك باش ندرسوا الاشاره كما درت لكم في قبيله، دونك غادي ندير بحال هكا و هادي x موان 1 بلس راسين تاع 5 سور لو 2، وهادي x موان 1 موان راسين تاع 5 سور لو 2. كثرت الحساب، دونك هادي فاش كتنعادم كتنعادم ليا في 1 موان، دونك غنبدا بموان ان هادي سالبه، حسبوها غتلقاوها سالبه. دونك هادي فاش غتنعادم ليا؟ غتنعادم ليا هنا، غادي تنعادم ليا هنا، وهادي هي هادي على هادي. دونك هادي على هادي على هادي شنو غادي تعطيني؟ غادي تعطيني هنايا بعدا نشوفوا الاشاره ديال هادي، هادي تكون هنايا موان، هنا موان، هنا بلس، عكس اشاره اكس هنا. دونك انا عكس اشاره اكس بلس بلس، وهنايا غادي تكون عندي بلس موان بلس، هنايا جات هادي لتحت، دونك هادي غادي تكون ما معرفاش فيها، وهذه غادي تنعدم ليا فيها. دونك هنايا كما كيبان لكم 01 فين جا 01، الا حسبتوا هذه غتلقاوها هي شنو؟ غتلقاوها الا ما كذبت هي موان 0.61، وهذه غتلقاوها هي 1.61. دونك فين جا 01؟ لي بورن اللي عندي انا 01، دونك فين جا الانترفال 01؟ جا ليا هنايا. دونك 01 جا ليا هنايا، وكما كيبان لكم الاشاره ديالها سالبه، دونك باش تكون عندي موجبه غادي نضربها في واحد لو موان. دونك اكس موان 1 plus racine de 5 sur le 2 et là x moins 1 moins racine de 5 sur le 2 le prime المطلقه غتساوي ليا واحد لو موان مضروب في x moins 1 plus racine de 5 sur le 2 et là x moins 1 moins racine de 5 sur le 2. Donc غندخل هذا لو موان غتعطيني 1 plus racine de 5 sur le 2 moins x et là x moins 1 moins racine de 5 sur le 2. دونك هادي شنو غادي ندير ليها؟ غنمشي نعوضها باش نحسب الانتيغرال. دونك الانتيغرال كيما شفنا هو 1 سور راسين تاع 5 ln ديال القيمه المطلقه اللي تلاقيناها كتساوي ليا هي هادي ديال 1 بلس راسين تاع 5 سور لو 2 موان لو x على x موان 1 موان راسين تاع 5 سور لو 2. هادي غتعطيني هي 1 سور راسين تاع 5 ln ديال اش؟ ديال انا نعوض لي بورن عندي هما 0 1، دونك غنبدا ب 1 1 plus racine de 5 sur le 2 moins 1, et là 1 moins 1 moins racine de 5 sur le 2 moins ln dial 1 ou de 0. Donc, on a 1 plus racine de 5 sur le 2, et là moins 1 moins racine de 5 sur le 2. Ou on a y aurait pas lié à l'année de ça. Donc, il y a 1 sur racine de 5 ln. Donc, هادي غادي نعمل هنايا، غادي غادي نعمل. دونك غتولي ليا 1 هي 2 سور 2، غتولي ليا بحال هكذا. انا كنحرق لكم انا شويه المراحل، دونك ماشي مشكل. هنا غتعطيك راسين تاع 5 موان 1 على، دونك هنايا غادي نعمل على جوج، دونك جوج غتختزل بها، غنختزل بها جوج مع هاد جوج. دونك هنا جوج جوج موان 1 سي لو 1 موان راسين 2. هادي هنايا كاين عندي الاقواس، دونك موان 1 بلس لو راسين دو 5، دونك 2 موان 1 سي 1 بلس راسين تاع 5، فهمتوا؟ لان هاد لو موان راه داخل تاعهم بكلو. موان ln ديال اشنو؟ ديال 1 بلس راسين تاع 5، او غادي نختزل ب 2 على موان 1 موان 1 بلس راسين ديال 5. وهادي شنو بيان سور غادي ندير ليها؟ هي a على b، ln ديال a على b. دونك هي 1 سور راسين تاع 5 ln ديال اشنو؟ ديال هذا على هذا. دونك راسين تاع 5 موان 1 على 1 بلس راسين تاع 5 فوا غندير المقلوب ديال هذا، راسين تاع 5 موان 1 على 1 بلس راسين تاع 5، وكما كيبان لكم هذه هي هذه، هذه فوا هذه او كاري على هذه فوا هذه او كاري. دونك هي شنو؟ هي ln ديال 1 سور راسين تاع 5 كتساوي ln ديال 1 بلس الا ما كتبت راسين ديال 5، نشوفوا باش ما نغلطش، راسين ديال 5 موان 1 الفوق. دونك راسين ديال 5 موان 1 او كاري على اشنو؟
على 1 بلس راسين ديال 5 او كاري. دونك هادي كلها او كاري غتساوي لي 1 سو راسين تاع 5 ln ديال راسين تاع 5 موانز 1 على 1 بلس راسين تاع 5 او كاري اللي غتنزل ليا هنا. دونك غتولي لي 2 راسين 5. وهادي اش غتساوي ليا؟ هي 2 سو راسين 5 ln. غادي نجي هذا غادي نضربو في المرافق ديالو. دونك 1 بلس راسين تاع 5 غنضربو في راسين تاع 5 موانز 1 وهذا غادي تولي او كاري. دونك راسين تاع 5 موانز 1 ضربناها غتولي راسين تاع 5 موانز 1 او كاري. وهادي اش غتعطيني؟ هي 2 سو راسين تاع 5 ln ديال هادي او كاري هي 5 موانز 1 وهادي هي 5 بلس لو 1 موان 2 راسين 5. و هادي اش غتعطيني؟ هي 2 سو راسين 5 ln ديال 5 بلس 1 سي 6 موان 2 راسين 5 سور لو 4. اش غتعطيني؟ هادي هي كتساوي 2 سور راسين 5 ln ديال 3 موان راسين 5 سور 4 عملت جوج. وهذا هو الجواب الصحيح كما كيبان لكم هنايا. فهمت؟